بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم يا أولادي أولاد أبنائي وبناتي الطلاب وطلبات الثانوية البريطانية اي جي سي اس اي منهج اي سي تي، وما زلنا في شابتر 6 ريكوجنيشن سيستم. اليوم إن شاء الله هنكمل موضوع الاي سي تي في مجال المونيتورنج اند تراكينج سيستم. كنا اتكلمنا السيشن اللي فاتت على موضوع الريكوجنيشن سيستم، وقلنا استخدامه في السكور ريجسترز، و اوسع نطاق ممكن نستخدمه فيه اللي هو المالتيبل تشويس كويشن اللي هو الام سي كيو. قلنا دي عباره عن كومبليتد مالتيبل تشويس فورمز سكاند يوزنج الاو ام ار، وقلنا الاو ام ار دي اللي هي ابريفيشن فور اوبتيكال مارك اب ريكوجنيشن. فورمز هاف تايمنج المارك اب داون سايد، وبعدين بيبدا البوزيشننج سيستم بيحدد اللوزنجز او اللي هي الابعاد الخاصه الاكس والواي كوردينيتس الخاصه بالام سي كيو، وبعدين بيحصل لها سكاند واللايت باسز ثرو السكانر which بيك اب ايه بيك اب البوزيشن فور ايتش لوزنج، وبالتالي بيحصل ماتشنج الاكس واي كوردينيتس وذن انسر ريكوردد في الايه الداتابيز واكسبورتد تو داتابيز سبريد شيت. وكلمنا كمان على الاي ان بي ار او الاوتوماتيك نمبر بليت ريكوجنيشن، قلنا ان هو عباره عن سيستم يوز تو ريد النمبر بليتس في الكار ان ذا نمبر ابلكيشن، والاكزامبل عليها اللي هو خاص بالاي ان بي ار سيستم يوز تو كار بارك انيبل انتري اند اكزيت بي اوتوماتيكلي كنترولد باي الكمبيوتر سيستم. اليوم ان شاء الله هنكمل موضوع الاي سي تي ابلكيشن ونتكلم عن المونيتورنج اند تراكينج سيستم، عمليه المراقبه بقى او تراكينج او التتبع للاشخاص او للاشياء او وات ايفر اي اني ثينج. قالك there are number of reasons why person may need to track. ليه احنا اصلا بنعمل تراكينج للبيرسون؟ في ثلاث احتمالات، يا اما البيرسون may be offender who released from prisons understanding that their warehouse is known all the time، يعني شخص مثلا كريمنال مثلا ولا حاجه ومحتاجين ان احنا نعرف مكانه all times، او ممكن يكون elderly person الناس الكبار في السن شويه عندهم زهايمر او whatever محتاجين ان احنا نتراك الحركه بتاعتهم عشان يكون في safety ليهم يعني. او it may be necessary to track somebody taking part in marathon مثلا اللي هم العدائين او الرياضيين مثلا عشان determine their position and their time to complete a race، هل هم فعلا انجزوا العدو بتاعهم او السبرنت الخاص بيهم ولا لا، وطلعوا يعني الترتيب بتاعهم الاوردر نمبر بتاعهم ايه. فمحتاجين ان احنا نتراك الايه تراكنج سيستم زي ما انت شايف كده هو محطوط في الانكل. طيب other application exist، بدأ بقى هنا يشرح لك الموضوع عن انكل مونيتور ميكس الار اف اي دي تكنولوجي. فكره الار اف اي دي ممكن نرجع لسيجن ليونت 5 بنتكلم فيها عن الار اف اي دي راديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن. دي تكنولوجي مبنيه على انسرتنج مايكرو تشيب ان تو ديفايس ويتش استرابد في الانكل، بتلف كده حوالين الانكل، وبعدين ايه بيحصل ايه سند اوت التايمد انترفال راديو فريكوانسي سيجنال، كل فتره كده بيحصل راديو فريكوانسي سيجنال بيسند اوت منين من الديفايس دوت. دي سيجنال كونتين البيرسونز لوكيشن، وبالتالي ابدا اقدر اعرف اللوكيشن بتاع الشخص. زي ار تامبر بروف، ده اثبات او دليل يعني ديفايس، اند اوتوماتيكلي اليرت اوثورتيز، وبعدين يدي اليرت كده لو اتومت تو ميت ايه ريموف فور مونيتور فروم انكل، لو الشخص مثلا اللي احنا مركبينه الجهاز دوت شاله او حاول يشيله فبيبدا يدي اليرت ده. المونيتور سند الراديو فريكوانسي سيجنال دي which picked up by a by device، بيبقى في ديفايس بيريد الراديو فريكوانسي دي من الديفايس دوت عشان اقدر اتاكد انه هو في الهوم بتاعه ولا لا. This unit uses either landline or mobile phone، وبالتالي ممكن لو هو اتحرك او شال الديفايس دوت يبقى في موبايل فون يقدر يسند على طول ايه بيريلاي الانفورميشن باك تو ذا كمبيوتر ان كنترول روم. If the person isn't at home، لو الشخص مش في البيت مثلا agreed time في الوقت المخصص ليه يعني، بيحصل اليرت كده للكنترول روم، وبالتالي يقدر يعرف الجي بي اس بتاعه نيكست سيكشن، يقدر يعرف يمونيتور ايه هو راح فين بالظبط او اتحرك وراح فين بالظبط نون اول تايم. الجي بي اس سيستم وركس سيندنج السيجنال على طول تو موبايل فون، هنعرفها كمان شويه، which person must carry with them all the time all the time. طبعا بالاضافه للسي سي تي في او اللي هي الكاميرا كنترول
دي تستخدم برضو عشان تو مونيتور البيبل ويقدر يعرف مكانه، ستريتس اند شوبينج مول، دي بتبقى متركبه في المولز والكلام ده كله، اوف تو كام اوف كرايم عشان يعرف ايه لو في اي جرايم او اي شيء اكتيفيتي او اي انشطه غير ايه معروفه. ده بالنسبه لاول جزئيه في المونيتورنج اند تراك سيستم اللي هي مونيتورنج تراكنج نمبر اوف بابليك. الجزئيه الثانيه عشان تراكنج سيستم الكوكيز، والكوكيز كنا اتكلمنا عنها في شابتر 8 على انها بتتراك ايه؟ بتتراك البيرسونز باينج هابيتس وين يوزنج الانترنت، وانت بتدخل على الانترنت فبيتخزن كده او بيستور الداتا بتاعتك انك تنقلت او نافيجيت فروم بيج تو بيج مثلا، وبالتالي بياخد كده الكوكيز او بياخد الداتا بتاعت الويب سايت اللي انت اتنقلت فيه، بحيث ان انت لما تيجي ان ذا نيكست تايم تقدر ان انت تدخل، فبيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه سرعه سبيدز تو نافيجيت تو ذا ويب سايت، لان انت متخزن الايه الويب سايت او الهيستوري بتاعك خلال ايه الكوكيز. ولو محتاجين نعرف تفاصيل عنها اكتر نرجع لشابتر 8. بالنسبه برضو للمونيتورنج اللي هو الكي لوجينج، كي لوجينج دي بيستخدمها الهاكر. كي لوجينج دي سوفت وير، ده سوفت وير كفر ده برضو في شابتر 8، عباره عن سوفت وير بيمونيتور اتش كي بريس اون يوزر كمبيوتر. الشخص مثلا بيبقى قاعد عمال يكي بريس بيضغط على اي مفتاح، بس بيبقى في شخص ثاني بيمونيتور الكلام ده وبيراقبه. الكي باس سند باك تو ذا بيرسون هو انستول ذا سوفت وير، يعني ممكن يكون شخص عامل انستول للكي لوجينج على الديفايس بتاعك او على البي سي الخاص بيك، وفي الجهه الثانيه ان ذا اذر سايد بيتراك انت بتدوس على ايه او ايه ال which keys you log or you press on it. دي بيستخدمها الهاكر بصفة عامة في monitoring الـ person. طيب في عندي بعد كده الـ employee call monitor. ان انا ممكن اراقب اتصالات الموظفين. يعني مثلا في الـ call center employee call monitoring allowing the manager to listen to employee telephone، يسمع التليفونات خاصة بالموظفين. ليه؟ عشان خمس او ست اسباب، for six reasons. The reason الاولاني to improve the employee performance، الموظف هو بيتكلم مثلا مع الاشخاص، فمحتاجين ان احنا في كول سنتر مثلا improve الايه البرفورمانس يعني من ناحيه كواليتي يعني. وallow المانجر supervisor to join the call when necessary او where necessary، فالضروره قد يضطر المانجر او السوبرفايزر عشان يجوين الكول عشان يحل مشاكل. او can be used to training tool، يعني في اغراض التدريب حتى ممكن تسمع for training او فور كواليتي. اوقات كمان if the workforce moves around it can be used to make sure they correctly represent the company whilst out of the office. محتاجين برضو ان احنا نتراك او نمونيتور عشان نتاكد ان احنا بنمثل الشركه بشكل ايه سليم في الاوفيس يعني. طيب انواع المونيتورنج دي على الكول ثلاث انواع، يا اما في مونيتور او ويسبر او بارد. مونيتور يبقى انت بس بتقلاو المانجر او السوبرفايزر يسمع بس، listen only listen to the call only listen to the call listen on call، يعني هو طرف واحد بس هو بيستخدم عمليه الليسننج دي اللي هو المانجر. The line is muted so the neither employee or other person being unaware. طيب او ممكن يكون ويسبر. ويسبر يبقى مانجر بيسبيك تو الامبلوي، يعني هو اليوزر او اونلي الامبلوي هير مين المانجر او السوبرفايزر، اونلي الامبلوي هير المانجر، يعني هو هنا مش مش المانجر سامعهم بس، لا ده ممكن توكينج وذ ذا امبلوي. النوع الثالث بقى برج دي يبقى لو المانجر اللي ممكن يتدخل بقى يهيرد باي بوث الامبلوي والاذر بيرسون اللي هو الكاستمر مثلا، ممكن الاثنين both. طيب ده بالنسبه للايه المونيتورنج على الكول. النوع الثاني اللي بعد كده اللي هو النمط الثاني فيه مش مونيتورنج بقى، احنا كده خلصنا المونيتور 6.15 6.16. بالنسبه للاي اس تي ابلكيشن الساتلايت سيستم، ساتلايت سيستم من اسمها كده يبقى احنا بنتكلم على اقمار صناعيه او جلوبال بوزيشننج سيستم جي بي اس، حتى اختصار الجي بي اس اللي هي جي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم، او اساليب او طرق التعامل او انظمه التعرف على اماكن الاشخاص. اند نافيجيشن ساتلايت نافيجيشن ساتلايت نافيجيشن. ايه الفكره بقى؟ جلوبال بوزيشننج ساتلايت عباره عن ساتلايت كده موجودين فوق، طبعا مش ساتلايت واحد، وان اور مور ساتلايت، موجود الاف من الساتلايت سيستم.
are used to determine عشان يديترماين ايه يحدد الاكزاكت لوكيشن اوف نمبر اوف مودز اوف ترانسبورت مثلا ايربلان كارز شيبس وات ايفر اني ديفايس كار يوجوالي جي بي اس عشان ينافيجيت السيستم برضه بالنسبه لداخل الكارز بتقدر ان هي تستخدم جهاز الاس ان دي او الساتلايت نافيجيشن او السات ناف اللي هو ساتلايت نافيجيشن ده ديفايس بيبقى جوه الكار كده زي ما انت شايف بيقدر ان هو ايه بيديترماين الاكزاكت لوكيشن فور ذا كار طيب فكره عمله ايه زي ما انت شايف كده انت عندك فيه 1 2 3 3 ساتلايت ودي انت مكانك او البوزيشن بتاعك موجود هنا عشان نعرف الاكزاكت لوكيشن بيبقى فيه 3 ساتلايت بيبدا كل ساتلايت بياخد الويفز بتاعته عشان يحدد الاكس وواي كوردينيتس اكزاكت مع تايمر طبعا اي بيقول لك هنا الساتلايت طبعا خد بالك الجزء ده بيجي في ان يور اكزام مهم جدا ان انت تلخصه ايه الفكره هنا ساتلايت سراوندنج الايرث ترانسميت سيجنال تو ذا سيرفيس أقمار صناعية محيطة طبعا بالأرض Computers installed in mode of transport receive and inspect interpret these signals بيبقى فيه signals بترسل من الساتلايت كده وبيبقى فيه الديفايس اللي جوه الكارز بيبدأ يرسيف السيجنالز الراديو فريكوانسي يعني knowing their position وبالتالي يقدر يعرف مكانه أو مكان الشخص في الأرث depend on very very accurate timing الأكيوريت تايمينج دي بنقول عليها الأتوميك كلوك اون يوز تو ساتلايت بيبقى في اتوميك كلوك هنا واتوميك كلوك هنا واتوميك كلوك هنا لو الثلاثه اتفقوا على تايمنج واحد في البليس ده يبقى انت كده الاكزاكت لوكيشن فيري اكيوريت تايمنج تمام يوزد ان ذا ساتلايت ويتش ار اكيوريت تو هوم ايه within a fraction of second per day طيب كل بتفاصيل ثانيه يعني في اليوم each satellite transmits data indicating the position and time indicating the position and time ادي الساتلايت فكرته ان بعرف البوزيشن مع التايم الاثنين مع بعض الكمبيوتر بقى في البورد في الترانسبورت كالكوليت بقى الاكزاكت بوزيشن بيزد اون ايه الانفورميشن فروم ليست 3 satellite يعني في ساتلايت بيرسل اللوكيشن والتايم والثاني لوكيشن والتايم والثالث لوكيشن والتايم هنا بقى الجي بي اس اللي موجود او الكمبيوتر اللي موجود في البورد اللي على الترانسبورتيشن دي بيكالكوليت الاكزاكت بوزيشن بناء على الثلاث ايه اماكن او الثلاث ساتلايت الانفورميشن اللي جايه من الثري ساتلايت طبعا ايه البورد او الكمبيوتر بورد كونتينز ايه كونتينز ستورد رود ماب ممكن ان هو يحتوي على رود ماب زي ما انت شايف كده او خرائط عشان يعرف الطريق برضه دي فيتشر ممكن ويز زي الساتلايت نافيجيشن سيستم بيدي امكانيه انه ايه اكزاكت لوكيشن بيزد اون ساتلايت بوزيشننج كان بي شون برضه اون ذا ماب اند درايفر كان اولسو جيف الفيربال انستراكشن ممكن برضه النافيجيشن ده يدي له ايه تعليمات كده وهو ماشي زي مثلا افتر 100 متر تيرن ليفت افتر 100 متر تيرن رايت تيك ذا نكست ليفت تيك ذا نكست وهكذا يعني انتو ذا رود اي بي سي فور اكزامبل يعني كل ده بيظهر كمان عندك على السكرين في الساتلايت نافيجيشن ديفايس which allow a also show a cars positioning in the relation of the road network اهو بيبقى ماشي كده الكارز اهي تعرف الشارع دوت هخش على الستريت ده همشي اب او داون وهكذا طيب الجهاز ده هل ليه مميزات اه زي ما ليه مميزات برضه ليه ادفانتجز ليه عيوب تعالوا نشوف مع بعض اولا بالنسبه للمميزات او الادفانتجز ان الدرايفر السواق يعني بي doesn't have consult the paper map مش معاه خرائط بقى ورقيه خلاص يعني paperless so it far safer امن طبعا بدل ما يمسك اوراق وحاجات زي كده خلاص بقى safer وكمان ريموف ايرور يعني فكره الاخطاء كمان لانه بينبه الدرايفر about ايه ممكن يكون في مثلا street closer مثلا يكون في رادار يعني whatever any ايرورز ممكن يحصل مثلا فينبهه خد بالك يعني تيك كير السيستم كمان كان وورن الدرايفر اباوت اللوكيشن اوف سبيد كاميراز اهي الحته بتاعت الايه السبيد كاميرا او الرادار يعني ودي نوع من السيفتي كمان السيستم كان استيميت التايم اوف ارايفل اه هنوصل بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق تيفر تايم يعني فبالتالي انت استيميتنج ايه اكيوريت استيميتنج اتس اولسو بوسيبل تو بروجرام تو فاستست راوت يعني ممكن يديله كمان ايه الراوت الافضل يعني في مثلا يكون في
واي مثلا كلوزد واي او كلوزر ستريت مثلا، فبالتالي يبدا يديله الراوت المظبوط عشان يافويد الايه الازدحام او التاونز او وات ايفر اني ايه كراودد ستريت. السيستم كان اولسو جيف يوزفل انفورميشن such as ايه مثلا لوكيشن اوف بورتر ستيشن، كمان ده كل دي فيتشرز ممكن يقدمها السات نافيجيشن. اما بالنسبه للديس ادفانتجز هي في شويه حاجات زي مثلا الماب ار نوت اب تو ديت، لو في حاله ان هي مش اب تو ديت دي هتدي ايه انكوركت انستراكشن، دي خطر جدا، انكوركت انستراكشن ممكن توصل بعد فتره طويله او ما تقدرش توصل الطريق. Unless the system is sophisticated, root closure due to accident or root work can cause problem. يعني انت مش برضو يعني not known the accurate data for الايه الروت كلوزر، مثلا لو في حادثه او في اكسيدنت او whatever anything in the root ما يقدرش السيستم انه يعرفها. Loss of satellite signal، لو فقدت السيجنال في اي وقت طبعا ده هيسبب لك مشكله كبيره جدا، مش هتعرف تعرف الروت المظبوط. If an incorrect start point or end point key in the system will give a incorrect information. Incorrect information. لو بيانات خطأ في الستارت والإند يبقى أنت مش هتقدر توصل لـ incorrect information. طيب إحنا معنا فيديو برضو توضيحي كده عشان نثبت الفهم، تعالوا نشوفه مع بعض. Become an integral part of our lives. And you can see a few useful applications from these examples. GPS is really an interesting technology. It uses a system of 24 satellites continuously orbiting the Earth and requires at least 4 satellites to track your location. It uses an atomic clock, and the time error of your mobile phone is also a matter of great concern. Moreover, Albert Einstein's theory of relativity plays an important role in GPS technology. Finally, a real-life application for the theory of relativity. Let's put aside all these complications and understand the technology of GPS in a step-by-step and logical manner. Let's assume that your friend wants to find out your location and you have a mobile phone, which has an integrated GPS receiver. In GPS, an interesting mathematical technique called trilateration is used to locate someone's position. Let's first understand trilateration in a two-dimensional way. At least two satellites are required to find out your position in two-dimensional trilateration. Using some engineering techniques, the satellites measure the distance between you and the satellites. We will see the techniques for doing this later. Now things are easy. The first satellite knows you are at a distance of R1, so you should be somewhere on this circle. The second satellite knows you are at a distance of R2, so you should be on this circle as well. This means your actual location should satisfy both these circles. In short, you should be on the intersection points. Now there is a small issue. There are two intersection points. So which is your final position? For this, you take the Earth's surface as the third circle and eliminate the improbable solution. In the three-dimensional world, you can also use the same approach. Here, instead of two satellites, we need three satellites. In the three-dimensional world, the satellite knows you are somewhere on a sphere. With the use of a second satellite, your position narrows down to a circle. Note that the intersection of two spheres gives a circle. Now, with the help of a third satellite, you will be able to narrow down your location to just two points. Here, the intersection of a circle and a sphere gives two points. Just like in the previous case, using the Earth as the fourth surface, we find the correct point, the three spatial coordinates. Now let's see how the distance between you and the satellite is measured. All the satellites are equipped with a very accurate atomic clock. The satellite sends an intermittent radio signal down to Earth. This radio signal will contain the exact time the signal was sent and the position of the satellite. Assume the receiver also has a very accurate clock. The receiver on Earth receives this signal. A typical smartphone GPS receiver is shown here. Since radio waves travel at the speed of light, your receiver receives the signal after a certain time duration. By finding out the difference between the sent and received times and multiplying it by the speed of light, you will be able to find out the distance between you and the satellites. Since the satellite has already sent you its coordinate, you can easily build a sphere around the satellite's center point and find out your position, as explained before. One thing to note here is that the time measurement has to be very accurate.
هي الفكرة كلها مرتبطة بالتايم مانجمنت، لازم يكون very accurate مع الثري ساتلايت والتايم in your mobile phone. Even an error of microseconds will give an error in the range of kilometers, since the speed of light is so huge. Here comes the main issue. Your receiver does not have a highly accurate clock. Your mobile phones or laptops work on crystal clocks that are not accurate when compared to atomic clocks. Having an atomic clock in a smartphone is simply impractical. You can easily see how inaccurate your smartphone clock is compared to an atomic clock by checking the time settings. We call the difference between the actual time and the time measured by your mobile phone as time offset. This time offset will cause a huge error in GPS calculations. How do we overcome this issue? The good news is that the time offset of your smartphone with all three of the satellites is the same, since the satellites all keep the same time. The time offset value of your device becomes the new unknown. This means, apart from the three spatial coordinates, we have to solve the time offset value of your receiver as well. We need an extra satellite measurement to solve this fourth unknown. And that is why we need four satellites to measure your location. This way, we avoid the need of an atomic clock in your mobile device. If you check your current GPS constellation, it will be clear that at least four satellites can see your location at any point in time. Please hold on. This video is not yet over. We have one more issue to solve. Even with all these advanced technologies, this GPS system will not give you the right location. Here comes the importance of Einstein's theory of relativity. Time is not absolute. It depends upon many other factors. According to the theory of special relativity, a fast-moving clock will slow down. The atomic clocks, which are moving at a speed of 14,000 kilometers per hour, will slow down by 7 microseconds every day due to this. At an altitude of 20,000 kilometers above the Earth, the satellites experience 1/4 of the Earth's gravity. Thus, according to Einstein's general relativity theory, the clocks will tick slightly faster, in this case around 45 microseconds every day. This means a net 38 microseconds offset is created every day in the atomic clock. To compensate for this, a theory of relativity equation is integrated into the computer chips and adjusts the rate of the atomic clocks. Without this application of the theory of relativity, the GPS would have produced an error of 10 kilometers every day. GPS is a navigation system developed by the U.S. Department of Defense and is completely free for the public. However, there are accurate alternatives available in many countries nowadays. Modern receivers simultaneously make use of GPS and other navigation systems to get the most accurate position. Now, a quick question. Does GPS require an internet connection? GPS does not require an internet or cell phone signal. However, with their help, GPS startup can be greatly speeded up. Satellite location information can be downloaded via the internet rather than direct satellite downloads, which are very slow. Such GPS systems are known as assisted GPS. So, the next time you track your food delivery or navigate your car, please keep in mind how important the theory of relativity developed by Einstein and the other mathematical ideas are behind GPS. Thank you for watching the video, and please don't forget to press the support button. طيب ده بالنسبة لموضوع الجي بي اس، هو شرحه لنا بالتفصيل وقام معايا الكلوك تايم اللي موجود في الموضوع، مهم جدا تكون حضرتك فاهمه. طيب كده يبقى الجي بي اس يعني خدناه بشكل تفصيل شوية. في موضوع تاني من الـ IST Application الـ GIS Geographic Information System. إيه الـ Geographic Information دي؟ يعني مواضيع بقى خاصة بالجغرافيا زي ما بيقول، يعني Geographic Information System أنظمة خاصة بالإيه بالنواحي اللي بتقلعوا قصته إيه مابس بقى، خرائط ومودلز وكوري وأنالايز، بتاخد الكويريز المابس دي والمودلز الخاصة بيها تبدأ تعمل كويري وأنالايز على الداتا ديت في large amount of data according to their location. فكرتها ايه؟ انك بتallow اليوزر تو كرييت انتراكتيف كويريز analyze سبيشال انفورميشن، بيانات يعني معلومات على المواقع يعني. This refers to how an object fit together in space.
يعني ايه؟ يعني الكائنات بتقدر ان هي تتفاعل مع بعضها يعني على اماكن معينه في الارض. Or edit map data. التكنولوجي دي combines maps with computer graphics and database. يعني الفكره مش جي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم، لا انت عايز مابس وتقدر تحلل منها او تطلع analyzing داتا تبدا تشتغل عليها بشكل ايه علمي يعني. Combine الماب with computer graphic database. ادي فكره الايه؟ الجي اي اس، كومباين ماب ويز جرافيك اند داتابيز. طيب اسينشالي جي اي اس بتنيبل بقى ايه افكارها؟ اولا amalgamation of information into easily understood map. يعني يعني دمج المعلومات او استنتاج او استنباط المعلومات يعني بطريقه سهله تقدر تفهم منها من الخريطه او من المابس دي. كمان ممكن performance of complex analytical calculation، من خلال المابس دي ممكن يبقى في كالكوليشن وتحليل حسابي على البرزنتيشن، على البرزنتيشن كويس اوف ريزلت، نتائج كويسه على مابس تيبلز زي ما هنشوف كمان شويه، او زي ما انت شايف كده نتائج تقدر توزعها على مابس. كمان جيوغرافرز والساينتست العلماء يعني الارض والجغرافيا وكده ار ايبل تو سي ايه، تو سي داتا اون سيفرال ديفرنت ويز ان اوردر تو باترن ريليشن شيب، وبالتالي ايه تقدر تشوف الريليشن بتوين الايه الستيتس على اكتر من شيء. يعني مثلا هنا ادي المابس والداتا بتتوزع او ديستريبيوتد على اماكن معينه وتقدر تلاقي ريليشن ما بين المابس دي. The following example مثال عليها shows these layering technique are used to produce a visually effective answer to query made of GIS system. Carrying out queries on GIS system in a method of similar to internet searches will produce a data which matches the query. Which matches the query. هذه الفكرة كلها query وبتبدأ تماتش الداتا ديت وتطلعها على maps. These data will be displayed in the form of diagram على شكل diagram maps or a set of tables. By zooming into maps تبدأ بقى لما تزوم على المابس دي possible find the final details about the layering عن الطبقات اللي انت بتستخدمها. يعني هي الفكرة ان في data بتعملها analyzing وبتدستريبيوت على ايه؟ على مابس زي ما انت شايف كده. استخداماتها برضو في الامرجنسي، في الطوارئ مثلا لو جي اي اس تو سند كلوزت امرجنسي بيرسونال اوف لوكيشن يقدر يشوف هل في امرجنسي في اماكن معينه. البيولوجيست والانفيرمنتال علماء البيئه يعني بيقدروا ان هم من خلال الجي اي اس يبروتكت الايه؟ يحمي الانيمال لايف بلانت في السيرتن فالينربل اريا. يعني مثلا ميت السيرتن كرايتيريا بمعايير معينه يكاري اوت سيرش اوف داتابيز يقدر ان هو يعرف ان في اماكن هنا مثلا الجو مثلا فوركاست مثلا يكون بوضع معين وبالتالي اقدر ان انا ايه انفيرمنتال فاكتور اقدر ان انا ابروتكت الانيمال لايف. كمان التيتشر يستخدموه في ايه؟ يستخدموه في شرح في الجغرافيا يعني والساينس والانجينير يقدر يشرح فيه تدريس في اماكن معينه في رياح في اماكن معينه مثلا وات ايفر في الليسنز بتاعتهم. ده بالنسبه للجي اي اس برضه موضوع جميل قوي سهل ممكن اليوزز هنا بتجي لك في الاكزام. طيب الميديا كوميونيكيشن سيستم وسائل الاتصالات بقى هنا زي ما شايف الديشز دي برضه موضوع لذيذ قوي بيتكلم على الكوميونيكيشن ميديا ريفيرز تو ميثودز اوف ديليفرينج اند ريسيفينج الداتا انفورميشن يوزنج الايه وسائل الاتصالات او التلي كوميونيكيشن. ذير ار ماني ميديا يوز تو سند اند ريسيف الانفورميشن زي ايه؟ زي الفايبر اوبتكس الكوبر كيبلز او الواي فاي. تمام we'll concentrate on the global communication method which makes بصفة عامة الساتلايتس يعني الساتلايت contains ايه؟ contains antenna زي ما انت شايف كده و transponders اللي هو المرسل يعني antenna و transponders antenna ده عشان يستقبل او يريسيف الداتا و transponders عشان يرسل الايه؟ الويفز to allow receiving and sending الايه الداتا. وبعدين بيبقى معاك كمان السولار سيستم شايف اللي هي الخلايا الضوئية دي عشان تدي الباور عشان تدي الساتلايت عشان ايه فور باور فروم السن اند البروبوليشنز عشان اللي هي قوه الدفع يعني عشان تنشور الساتلايت موجود في مكانه الكوركت ايه اوربت اون ذا اول ذا تايم. طيب الفكره بقى هنا ان السيجنال ار كونفرتد تو انالوج لو محتاج ان انا احولها لانالوج اف نيسيسري
انالوج طبعا عشان اقدر احرك الديشز او السور سيستم او كده. السيجنال كونفرتد تو انالوج اف نيسيسري اند ذن بيمد شو بيمد دي بيرسل يعني تو ذا ساتلايت from satellite dishes on earth. يعني بتبدا السيجنال هنا بترسل لو محتاج ان انا احول السيجنال عشان ارسل للديشز اللي موجوده ايه on the earth. طيب السيجنال ار ديليفرد بيبدا الديشز اللي على الارث هنا بتديليفر ايه ديليفر بار كارير الويفز الامواج اللي هي الويفز اللي هي محموله دي which consist of a radio waves each signals has its own frequency. طبعا كل سيجنال ليها فريكوانسي معين يعني المرسل غير الريسيفر ليه عشان ما يحصلش ايه وكمان باندويتس معينه اللارج باندويتس ار مور داتا كان بي ترانسميتد الكبيره هي اللي بترسل يعني اللارج ويفز ليها فريكوانسي معين هي اللي بترسل وانس الداتا ريتشز للساتلايت على الارث يعني اتس ان ايه ريسنت تو ذا ارث هي الفكره الدشز بيرسل للساتلايت وبعدين بيحصل لها ارسال مره ثانيه للايه للارث بس وهي بترسل بقى الساتلايت يوزوالي بي بوست السيجنال يعني بيضخم الايه السيجنال دي بيفور سيندينج ات باك تو ذا ايرث اوفن الفريكوانسي از تشينجد بريفنت السيجنال ريسيفد يعني انت في سيجنالز بقى رايحه وسيجنالز جايه بس لازم يكون الايه الفريكوانسي متغير الفريكوانسي تشينجد ليه عشان بريفنت السيجنال ريسيفد بينج كونفيوزد مع السيجنال سنت مهم قوي الحته دي طيب الساتلايت سيستم يوزد الترانسميت داتا يبقى في ترانسميت اند ريسيف فروم وان بارت اوف ذا بلانت تو انذر من اجهزه لاجهزه ثانيه يعني ديو تو ذا اوفن جريتس ديستانس في اماكن كتيره يعني ممكن تستخدم بقى جوه هنا الكيبلز واخد بالك وود يو تو كوستلي ذير از اولسو بروبلم سيجنال deterioration over long distance لو في مسافات كبيره ممكن استخدم الكيبلز هتبقى هتكلفك طبعا لو long distance satellite system are used to transmit television واستخدموا في التليفونز and internet and data around the world طبعا الموضوع ده فيه تفاصيل كتيره بس ده ملخص لي على موضوع الساتلايت ان انت في microwaves او waves بيحصل لها بوستنج هنا من الساتلايت وتبدا ريسيفنج وترانسميت فروم الساتلايت والديشز اللي موجوده على الارض ممكن يكون في كيبلز متوصله ما بين الايه الساتلايت وبعضها او ممكن يكون في اجهزه انتنه يعني عشان تريسيف الويفز من الديشز فبالتالي اقدر ان انا اوظفها. طيب احنا هنتوقف النهارده عند الجزئيه ديت يبقى كده احنا خلصنا شابتر 6 ان شاء الله السيشن الجاي هنبدا في شابتر 7 سيستم لايف سايكل ونتقابل على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.